دائما بالحديث عن المدرسة وبالحديث كذلك عن الرقمنة في ظل هذه الظروف، وحتى نضمن سير الدروس والتفاعل والتعامل مع تلامذتنا من بيوتهم. ارتأى العديد من الأساتذة تقديم دروس عبر النت لتسهيل العملية، حتى وإن كانت دروسا تدعيمية تكميلية لبرامج وزارة التربية. يلتحق بنا الآن على المباشر السيد بالقاسم ديلمي، مؤسس ومسير مدرسة نت من العاصمة. مساء الخير أستاذ. مساء النور. طيب بداية، شكرا لك ولقناة النهار على الاستضافة. أشكركم جزيل الشكر أستاذ. مرحبا. بداية حدثنا عن هذه الفكرة، فكرة هي لشركة ناشئة، فكرة مدرسة نت. بداية مدرسة نت عبارة عن مؤسسة ناشئة نشأت وتطورت في محضنة الحاضرة التكنولوجية للسيدة عبدالله، تابعة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحضائر التكنولوجية. كانت عبارة عن فكرة إبداعية، القصد منها هي إنشاء مدرسة تذهب إلى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. ثم تطورت الفكرة. الآن رانا ما زلنا في البداية نتاع تأسيس المدرسة، ورانا في مرحلة نتاع تأسيس أو تكوين دروس، تصميم الدروس. في المرحلة راهنا شفنا بوزارة التربية راهي تبذل مجهودات جبارة من أجل توفير الدروس الخاصة بالفصل الثالث، وهي مشكورة على ذلك. احنا ارتأينا في مدرسانات أن نقدم دروسا تكميلية تدعيمية تتمثل في مراجعة شاملة للبرامج بداية من الفصل الأول والفصل الثاني، ونأتي حتى على الفصل الثالث. الدروس هذه تبث على المباشر عبر قناتنا على اليوتيوب، وتبث انطلاقا من استوديوهات محضنة الحاضرة التكنولوجية لسيدي عبدالله. رانا بدينا الكثير من الدروس، ورانا نمشيو بشوية بشوية واحدة واحدة. طيب سيد بالقاسم ديلمي، كما كنا نتحدث الآن مع ضيفنا فيما يتعلق بالرقمنة، رقمنة المدرسة الجزائرية، إلى أي مدى بإمكانها أن تذلل الصعاب بالنسبة للتلاميذ، خاصة المقبلين منهم على اجتياز الامتحانات الرسمية؟ على كل، كما قال الله عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الكارثة وباء كورونا فيه خير من ناحية أولا أنه أدخل الجزائر وزارة التربية في هذه الاستراتيجية من التعليم اللي هي التعليم الافتراضي. من جهة واحدة أخرى أدخل تلامذتنا في استراتيجية تعلم جديدة هي استراتيجية التعلم الذاتي. ولله الحمد، لو كان ما كانش هذا الظاهرة كنا سنتأخر سنين طويلة باش ندخل في هذه الاستراتيجيات من التعليم. على التلاميذ فقط أنهم يجتهدوا ويديروا برامج خاصة بهم في التعلم الذاتي. كل تلميذ يدير برنامج خاص به وبالمواد اللي يتعلمها. وزارة التربية وفرت كل المواد تاع الفصل الثالث، ونحن رانا نديروا في مراجعة شاملة من بداية الفصل الأول حتى الفصل الأخير، وإن شاء الله رانا ندير في بعض المواد، ورانا رايحين نعمها على كل المواد، وإن شاء الله عندنا من الوقت ما يكفي لمراجعة كل المواد بإذن الله. طيب ماذا عن اللغات الأجنبية؟ رانا جايبين أساتذة. طيب أكمل الفكرة سيد بالقاسم. نعم. فيما يتعلق عن تجنيد هؤلاء الأساتذة من أجل نعم. فيما التواصل يتعلق باللغات مع التلاميذ الأجنبية، بدينا على كل حال عطينا الأولوية للأقسام النهائية، يعني الخامسة ابتدائي والرابع متوسط والثالثة ثانوي. بالنسبة للرابع متوسط والثالثة ثانوي برمجنا حصص اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، ورايحين بإذن الله نبرمجوا اللغة الإسبانية واللغة الألمانية كذلك في غضون الأسبوع القادم بإذن الله. ورانا رايحين نعرضوا على النت البرنامج الخاص بالمؤسسة نتاعنا على التلاميذ أن يطلعوا على هذا البرنامج ويتابعونها على المباشر. طيب ماذا عن الاستراتيجية نتاع اخترنا احنايا نعم احنا اخترنا استراتيجية التعليم المباشر هذه، لأن التلاميذ يقدروا يتابعوا الأساتذة نتاعهم ويقدروا يطرحوا الأسئلة نتاعهم، والأساتذة يقدروا يجاوبهم وكأنهم في القسم.
يعني ما يعني ما يكونش فرق كبير بين التعليم الحضوري والتعليم الافتراضي، نقلوا المسافة بيناتهم. إذا التلاميذ يقدروا يتفاعلوا مع الأساتذة تونا في الاستوديو. طيب كذلك نقطة أخرى كنت أشرت إليها سيد بالقاسم ديلمي، نقطة أخرى فيما يتعلق باللغات الأجنبية سواء اللغة الفرنسية أو حتى اللغة الإنجليزية، نعلم مدى اهتمام الجيل الجديد باللغات الأجنبية بما فيها اللغة الإنجليزية، ما هو البرنامج الذي تم إعداده من قبل مسيري هذه المدرسة حتى يتم ضمان التواصل الجيد بالنسبة للتلاميذ خاصة في مجال اللغة الإنجليزية؟ بالنسبة للغة الإنجليزية وحتى اللغة الفرنسية واللغة العربية، رانا موفرين دروس على النت في القناة نتاعنا، دروس متكاملة ومطابقة للبرامج الرسمية، وممكن التلاميذ أن يطلعوا لها، واللي يحب يطلع عليها ممكن يحصل على تكوين جيد ومتكامل. في المرحلة الراهنة رانا برمجنا دروس مراجعة لهذه الدروس، إذا نديروا ملخص للدروس ثم تمارين تطبيقية لهذه الدروس، ورانا نبث فيها على المباشر، يعني حتى التلاميذ ممكن يتابعونا ويتفاعلوا مع الأساتذة ويطرحوا الأسئلة تاعهم. ورانا برمجة تقريبا كل أهم اللغات خصوصا الإنجليزية، وفي هذا المجال عندنا أساتذة ذوي كفاءة عالية جدا ويقدموا تعليم الافتراضي هذه باحترافية كبيرة. أولكم أن تعودوا إلى آخر فيديوهاتنا على كل. طيب بالحديث عن التعليم الافتراضي سيد بالقاسم ديلمي، بالحديث عن التعليم الافتراضي، هل خضع هؤلاء الأساتذة الذين يقدمون هذه الدروس إلى دورات تدريبية حتى حقيقة يضمنوا نقل المعلومة بالمختصر وتكون هذه المعلومة كذلك مفيدة، لأنه نتحدث عن تواصل عن بعد بالتحديد؟ في الواقع الأمر أن التعليم الافتراضي فيه نمطين من التعليم، فيه التعليم المتزامن والتعليم غير المتزامن. بالنسبة للتعليم غير المتزامن، يعني الأستاذ يصمم دروس ويحطها على النت ويجوا التلاميذ وقت ما شاءوا يطلعوا على هذه الدروس. هذا النوع من التعليم الأساتذة متكونين فيه تكوين رزين جدا، يعني يتحكموا فيه تحكم كبير جدا. وللعلم أنه في المؤسسة نحن هي نستعمل تكنولوجيا الإعلام والاتصال بقوة، ونقدم هذا النوع من التعليم، يعني التعليم الافتراضي غير المتزامن باحترافية كبيرة. لكن التعليم المتزامن، يعني وين التلاميذ والأستاذ يكونوا في نفس الوقت مع بعضهم في نفس الوقت، هذا التعليم المتزامن يعني في الحقيقة في الجزائر عامة راهو جديد لنا أكلية. وحنا كنا درنا دورات تكوينية في هذا الميدان، يعني وين التلميذ يقدر يشوف الأستاذ نتاعو وجها لوجه ويتفاعل معاه ويطرح الأسئلة نتاعو ويجاوب إلى آخره. هذا جديد علينا في الجزائر، جديد علينا وكلية خاصة احنا في مدرسات، جديد علينا، وممكن يشوفوا رانا نطوروا كل يوم، نزداد احترافية في هذا النوع من التعليم. وبإذن الله طيب ستشهدون، يعني الناس اللي تابعونا يشاهدوا الفرق كل يوم، يشاهدوا بلي كان هناك فرق. طيب سيد بالقاسم ديلمي في الأخير، ما هي نصيحتك للتلاميذ حتى يغتنموا حتى في فترة هذا الحجر الصحي المنزلي من أجل متابعة دروسهم، مراجعتها، أو حتى رفع من مستواهم؟ نصيحة على التلاميذ، احنا نقول لهم باللي التعليم هذا اللي راح يدير فيه وزارة التربية ودير فيه الجزائر هو راه مش تعليم هكذا، راه تعليم من أجل التكوين نتاعهم، من أجل بناء شخصية وطنية متكاملة. ونصحهم باش يقرأوا محتويات الفصل الثالث، احترام اعتقدوا بانها ما تجيش في البرنامج، ما تجيش في الامتحانات، وما كان لها يقراها. وفي الواقع الامر انها لو كان ما يقراوهاش راي البناء الشخصي نتاعهم يبقى ناقص، وان كان هي لا تمثل كثيرا، راهي حوالي 20% فقط. ولكن ننصح التلاميذ انهم يقراوا هذه الدروس، لانها تبني الشخصيه نتاعهم، تبني الملمح نتاعهم، تبني الملمح المنتظر من وزاره التربيه واللي تحوس بنيه. لازم يتابعوا الدروس نتاعهم ويستكملوها ويفهموها مليح، وحتى حتى الفصل الاول والثاني يكملوا. هذه فرصه كبيره جدا للتلاميذ، عندهم من الوقت ما هو كافي باش يراجعوا الدروس نتاعهم مراجعه دقيقه، وممكن يطوروا روحهم والملكات نتاعهم بصوره خاصه في ميدان اللغات. نصيحتي للتلاميذ انهم يغتنموا الوقت وما يخلوش يضيع هباء منبثا،
وما يكثروش من اللعب كثيرا، صح اللعب أكيد. عنده مساحة، ولكن ما يضيعوش، ما يخلوش وقتهم كله للعب. لابد أن يكون في وقتهم هناك جدي. وقلت هذه فرصة، فرصة ثمينة جدا للتلاميذ أنه يتعلموا، يتعلموا التعلم الذاتي أكيد. يعني التلميذ هو يبرمج الوقت نتاعه، وقتاش يبدأ يقرأ، وقتاش يحبس، وقتاش يرقد، وقتاش يلعب إلى آخره. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ بلقاسم ديلمي، مؤسس ومسير مدرسة نات. شكرا لك على كل هذه التفاصيل التي قدمتها.